mm uh. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى في مناسبة مولد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وسنستألف إن شاء الله تعالى مجالسنا في قراءة الكتب وسردها ان شاء الله تعالى وقد كان حصل انقطاع لاسباب عده منها ان العالم الازرق كان منعنا مده عن البث المباشر نحو ثلاثه اشهر وان شاء الله تعالى سوف نقرا في هذا اليوم كتاب اليمن كتاب اسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير الأنبياء وسيد الخلائق للإمام إمام عصره أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الإدريسي الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وننتظر بإذنه تعالى إلى أن يجتمع الإخوة حتى نبتدئ إن شاء الله تعالى هذا المجلس بقراءة هذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب ألفه الإمام أبو عبد الله سيدي محمد بن جعفر الكتاني المولود سنة ألف وثلاثة والمتوفى بمدينة فاس سنة ألف وخمسة وهو جد جدنا رحمه الله تعالى ورضي عنه فالفقير أنا حمزة بن علي بن محمد المنتصر بالله ابن محمد الزمزمي ابن الامام محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنه وارضاه وكتابه هذا هو عمده المغاربه في قراءه المولد الكريم وهم يعتمدونه في المجالس في مجالس المولد وغيرها و... ويحفظونه كذلك ويرغونه سماعا ويرغونه متصلا و... وقد حصل لي قراءته كاملا بمحضر شيخ السماعي في مدينة فاس الحاج محمد بن نيس حفظه الله تعالى وهو قرأه كاملا أو سمعه كاملا أو جله على شيخ السماعي بمدينة فاس العلامة سيد العرب السقاط وهو سمعه أو قرأه كاملا أو جله على الإمام محمد بن جعفر الكتاني وعلى ابنه الإمام السيد محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني فهذا هو سندنا في السماع أما سندنا في الإجازة فإنني أرويه بطرق عديدة منها عن جدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني محمد منتصر بالله الكتاني عن جده الإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وليلة المولد الكريم هي ليلة مباركة من الليالي التي كانت فيها نعم الله سبحانه وتعالى وعطاؤه وبركته والله سبحانه وتعالى امرنا بان نذكر نعماءه ونذكر ايامه ونذكر بها فمن باب التذكير بايام الله سبحانه وتعالى نحن نحيي هذه الليله بقراءه سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم بل هذا الشهر كله وليس هذه الليله فحسب بقراءه مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأخباره والتبرك بذلك والتعريف بذلك ونبتدئ بإذنه تعالى الآن إذا لم يتيسر المجلس اليوم لإسمام المولد فإن شاء الله تعالى نفتتح مجلسا آخر نستأنف مجلسا آخر من أجل قراءة هذا المولد الكريم إسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير الأنبياء وسيد الخلائق تأليف شيخ الإسلام العارف بالله أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي الحسني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله. نحمدك اللهم يا من افتتح بالنور الباهر الاحمدي والجناب العاطل المحمدي كل مخلوق وموجود. وجعله بدرة الاكوان ودرة الاعيان وابرزه طالعة الوجود فكان الوالد للارواح والبادئ بالافراح والسابق لكل كرم وجود. الفاتحة لما أغلق من الأنوار وسائر المعارف والأسرار وجميع الخيرات التي لم تفتح قط لمولود ونشكر جنابك العظيم على أن أصعدت على منصة الإجلال والتشريف عروس جماله الكريم وختمت به طوالع السعود ونشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك فضلته على جميع الخلائق وأسعدت به كل صامت وناطق وجعلته كريما من أكرم آباء وأشرف جدود ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبدك ورسولك ومصطفاك, ومصطفاك من خلقك وخليلك أعظم محبوب وأكمل مودود من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاءت بميلاده مصانع الشام وقصوره وأشرقت منه الأغوار والنجود فصل اللهم وسلم عليه وعلى اله الذين اذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ومنحتهم اجلالا كاملا وتوقيرا وتمام عز وسعد ممدود وصحابته الذين نصروا دينه وشريعته وتبعوا طريقه وسنته ووقفوا في ذلك عند كل حد محدود صلاة يدوم صلاة وسلاما يدومان ولا ينتهيان بغاية ولا بأجل معدود. عطل اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله. هذا وإن الله تعالى الذي دبر وحكم وقضى على خلقه بالوجود بعد العدم لما اراد ان يخلق الاكوان وان يوجد منها ما يكون او كان على صوره حكمته كما سبق في سابق ازليته ابتدا منها بخلق الحقيقه الاحمديه من الانوار الاحديه الصمديه فقبض قبضه من نوره وقال لها كوني محمدا نبيا رؤوفا عطوفا ممجدا فصارت عمودا من نور يسبح الله تعالى ويمجده قبل ظهور الظهور ثم إنه سبحانه أفاض عليه وهو في سر الغيب سجال العطايا ومنحه, ومنحه ما لا يعد ولا يحصى من المآثر والخصائص والمزايا ثم سلخ منه العوالم وأمد منه المكونات وسائر المعالم فكان صلى الله عليه وسلم لذلك أصلا موجودات وعنصر جميع المخلوقات وأساسا استند إليه كل حي ونورا خلق من نوره كل شيء وقد روى عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي ولكن ببعض مخالفة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله عز وجل خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره أي من نور خلقه وأضافه إلى نفسه تشريفا له فجعل ذلك النور يدور أي يتردد ويتنقل في عالم الملكوت بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اي اقتبس منه اربعه اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع اربعه اجزاء فخلق من الاول حمله العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكه، ثم قسم الرابع اربعه اجزاء فخلق من الاول السماوات ومن الثاني الاراضيين، ومن الثالث الجنه، الجنه والنار، ثم قسم الرابع اربعه اجزاء فخلق من الاول نور ابصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهو المعرفه بالله ومن الثالث نور انسهم وهو التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على اله الحديث وفي حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا عمر أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله عز وجل قبل كل شيء نوري، فسجد لله فبقي في سجوده سبعمائة عام، فأول كل شيء فأول كل شيء سجد لله نوري ولا فخر، يا عمر أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله العرش من نوري، والكرسي من نوري، واللوح من نوري، والقلم من نوري، ونور الأبصار من نوري. والعقل الذي في رؤوس الخلق من نوري ونور المعرفة في قلوب المؤمنين من نوري ولا فخر عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة واطية بتسليم على أكمل مولود وأجل موجود وأفضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله ثم إن الله تعالى خلق طينة جسده الشريف وجسمه الطاهر المنيف وكون منها أجساد الملائكة والأنبياء وغيرهم, وغيرهم من الآل والأقطاب والأفراد والأصفياء حسب ما نبه على ذلك بعض الأكابر ممن له يد الكبرى في الباطن والظاهر فكان صلى الله عليه وسلم لذلك جنسا عاليا جنسا عاليا على جميع الأجناس وأبا أكبر لجميع الموجودات والناس سمي بنور النور وابي الارواح وبفواتح النور وبالفاتح والفتاح لفتحه ابواب الوجود وحصو وحصول مدده لكل موجود صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم. وفي شرح البرده للعلام ابن للعلامه ابن مرزوق نقلا عن ابي العباس العزفي في كتاب الدر المنظم عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مما خلقت فأطرق عليه عرق كالجمان ثم قال يا علي لما عرج بي إلى السماء وكنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى وأوحى إلي ربي ما أوحى قلت يا ربي مما خلقتني فقال يا محمد وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت جنتي ولا ناري فقلت يا ربي مما خلقتني فقال يا محمد لما نظرت إلى صفاء بياض نور خلقته خلقته بقدرتي وأبدعته بحكمتي وأضفته تشريفا له إلى عظمتي استخرجت منه جزءا فقسمته ثلاثة أقسام فخلقتك أنت وأهل بيتك من القسم الأول وخلقت أزواجك وأصحابك من القسم الثاني وخلقت من أحبكم من القسم الثالث فإذا كان يوم القيامة عاد كل حسب ونسب إلى حسبه ونسبه، ورددت ذلك النور إلى نوري، فأدخلتك أنت وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك ومن أحبهم حتى جنتي برحمتي، فأخبرهم بذلك يا محمد عني. وأخرج ابن سعد في شرف المصطفى وابن الجوزي في الوفاء عن كعب الأحبار قال: لما أراد الله عز وجل أن يخلق سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، أي أن يجعل نوره الشريف صورة روحانية مماثلة لصورته التي سيوجد عليها في الدنيا. أمر جبريل عليه السلام أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها، فهبط جبريل في ملائكة الفردوس وملائكة الرقيع الأعلى، أي السماء السابعة، فقبض قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بيضاء منيرة، فعجنت بماء التسنيم أي الذي هو أرفع شراب الجنة. في معين انهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء لها شعاع عظيم ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي وفي السماوات والارض والجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اي عرفت روحه وعنصره وفضله قبل ان تعرف ادم عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء وهذا لا يقال من قبل الرأي فهو إما عن الكتب القديمة لأن كعبا حبرها وإما عن المصطفى بواسطة فهو مرسل وفي أحكام الحافظ أبي الحسن بن القطان فيما ذكره ابن مرزوق في شرح البردة عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده سيدنا علي بن, بن أبي طالب رضي الله عنه, رضي الله عنه وكرم وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نورا أي مصورا على شكل خاص من نور بين يدي ربي أي في غاية القرب المعنوي منه قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام وأخرج ابن سعد عن قتادة مرسلا وابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة مرفوعا كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وأخرج أحمد والبيهقي والحاكم وصححه وابن حبان عن العرباض بن سارية مرفوعا إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته أي لطريح ملقى على الارض قبل نفخ الروح فيه، واخرج احمد ايضا والبخاري في تاريخه والبغوي وغيرهم وصححه الحاكم عن ميسره الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت وفي روايه متى كنت نبيا؟ فقال وادم بين الروح والجسد بمعنى ان الله تعالى خلق حقيقته التي هي اصل الحقائق قبل تكوين شيء من الخلائق ثم صورها على شكل خاص من نور وخلع عليها خلع الكمال والفتوة والنبوءة والظهور فكان صلى الله عليه وسلم نبيا أمينا وآدم عليه السلام لم يزل طينا بل لم تكون طينته ولم تخرج للوجود ماهيته ولا حقيقته ولذا كان عليه الصلاة والسلام سيد الأكوان ودرة صدفة الوجود ونخبة الأعيان محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد تاج رسل الله قاطبه محمد صادق الافعال والكلم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الاحسان والكرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الاخلاق والشيم محمد جليت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم. محمد ذكره روح لانفسنا، محمد ذكره روح لانفسنا، محمد شكره فرض على الامم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه. محمد صاغه الرحمن من كرم محمد شرف الباري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم محمد صفوه الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد طابت الدنيا بمبعثه محمد جاء بالايات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم صلى الله عليه وعلى اله عطر اللهم مجالسنا باعطر صلاه واطيع بتسليم على اكمل مولود واجل موجود وافضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله فبشرى لنا ثم بشرى معاشر الإسلام وأمة خاتمة الأنبياء والرسل الكرام بظهور, بظهور طلعة هذا النبي الكريم والرسول المبجل الفخيم المخصوص بالآيات البينات والخلق العظيم الموصوف بالكمالات الباهرات والفضل العميم المنزل عليه في الكتاب والذكر الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شرفه الله على جميع المخلوقين، ونبأه وآدم بين الماء والطين، وجعل مقامه رفيعا، وحرزه منيعا، وحسنه بديعا، ومولده للمؤمنين ربيعا، وتوجه بتاج الفخار، ونور به جميع الاقطار، وصفاه من سائر الاكدار. وخلع عليه خلع المهابة والوقار وختم به النبيين وتمم به المرسلين وبوأه مقاما جليلا وأعطاه عطاء جزيلا وافتتح به الأكوان وجعله سببا لوجود ما يكون منها أو كان ولولاه صلى الله عليه وسلم ما كان موجود ولا خلق بشر ولا مولود كما أفصحت بذلك الأحاديث والأخبار واشتهر على السنه المادحين اي اشتهار عطر اللهم مجالسنا باعطر صلاه واطيب تسليم على اكمل مولود واجل مودود وافضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله وقد أخرج الحاكم والبيهقي وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين عن ابن عباس قال أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد وأمر أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار وأغلق لخلقت خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكت فسكنت وأخرج الديلمي يعني عن ابن عباس أيضا مرفوعا: أتاني جبريل فقال: إن الله يقول: لولاك ما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النار. وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن سلمان قال: هبط جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك يقول: إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا، وما خلقت خلقا أكرم علي منك. ولقد خلقت الدنيا واهلها لاعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما خلقت الدنيا وذكر ابن سبع والعزفي عن علي رضي الله عنه ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: من اجلك اسطح البطحاء اي امد الارض وابسطها واموج الموج اي اقلب بعضه في بعض وارفع السماء واجعل الثواب والعقاب ونقل ابن مرزوق في شرح البردة عن العزفي أيضا في كتابه الدر المنظم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح نظر إلى ساق العرش فرأى فيه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال: أي ربي من صاحب هذا الاسم؟ فقال نبي من ذريتك آخر الأنبياء وأول الأنبياء. فقال أي رب كيف يكون أولهم وآخرهم فقال أولهم دخولا الجنة وآخرهم بعثا فقال يا ربي ويدخل الجنة قبلي قال نعم قال آدم الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يدخل الجنة قبلي فقال يا آدم هذا ولدك محمد صلى الله عليه وسلم لولاه ما خلقتك ولا خلقت جنة ولا نارا ولا شمسا ولا قمرا هذا محمد الذي يدخل الجنة الخلائق بشفاعته يوم القيامة ومن قصيدة دالية للعارف بالله سيد علي بن وفا رضي الله عنه في مدحه صلى الله عليه وسلم روح الوجود حياة من هو واجد لولاه ما تم الوجود لمن وجد عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد أو لو رأى النمرود نور جماله عبد الجليل مع الخليل وما عند لكن جمال الحق جل فلا يرى إلا بتخصيص من الله الصمد عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله. ثم ان الله تبارك وتعالى لما خلق سيدنا ادم عليه السلام من طين ونفخ فيه الروح جعل نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظهره فكان لشدته يضيء في جبينه كالشمس ويلوح وكان يسمع من اسارير جبهته نشيشا كنشيش وكان يسمع من اسارير جبهته نشيشا كنشيش الطير اذا سجع فيقول سبحانك يا رب ما هذا الصوت الذي اسمع فيقول الله عز وجل هذا تسبيح خاتم النبيين وسيدي اولادك المرسلين ولما حضرته الوفاه اوصى اكبر اولاده سيد شيثا عظيم الهداة ان لا يضع هذا النور والسر الباهر المنشور إلا في المطهرات الطاهرات من النساء الباهرات، ولم تزل هذه الوصية جارية معمولا بها في القرون الآتية والماضية، إلى أن أدى الله النور إلى عبد المطلب وولده سيدنا عبد الله، الذي أكرمه الله بكل فضله وحباه. وللحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي، تنقل أحمد نورا عظيما تلألأ في جباه الساجدين. تنقل فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين وطهر الله عز وجل نسبه الشريف وحسبه الطاهر المنيف من سفاح الجاهلية وزناهم وكل ما يؤدي إلى نقص في منصب آبائه الكرام وعلاهم قال عليه الصلاة والسلام ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام أخرجه البيهقي في السنن وغيره من حديث ابن عباس وقال عليه الصلاة والسلام ليس في آباء من لدن آدم سفاح كلنا نكاح رواه ابن, ابن مردوية عن أنس وقال عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح ولم, ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من نكاح الجاهلية شيء أخرجه أحمد والطبراني في معجمه وغيرهما عن عائشة. وقال عليه الصلاة والسلام: "لم يلتقي أبواي قط على سفاح، ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما". أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس ولبعضهم: "حفظ الإله كرامة محمدا آباءه الأمجاد صونا لاسمه". تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من ادم والى ابيه وامه عطر اللهم مجالسنا باعطر صلاه واطيب تسليم على اكمل مولود واجل مودود وافضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله. وقد ذكروا أنه يتعين على كل مسلم معرفة على كل مسلم معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم أما وأبا ليكون عارفا بجناب هذا النبي الكريم المجتبى فأما نسبه من قبل أمه آمنة المصونة والدرة العفيفة المكنونة فهو سيدنا محمد بن سيدتنا آمنة بنت وهب بن, بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الذي هو أحد أجداده عليه السلام من قبل والده الرفيع المقام فهو منتهى نسبه من أمه مع نسبه من أبيه الذي من ظفر به فقد ظفر بكنز يغنيه وأما نسبه من قبل الأب الطاهر الجامع لأنواع الكمال وأشتات الجمال الباهر فهو سيدنا محمد بن سيدنا عبد الله بن سيدنا عبد المطلب بن سيدنا هاشم بن, بن سيدنا عبد مناف ابن سيدنا قصي ابن سيدنا كلاب ابن سيدنا مرة ابن سيدنا كعب ابن سيدنا لؤي ابن سيدنا غالب ابن سيدنا فهر ابن سيدنا مالك ابن سيدنا النضر ابن سيدنا كنانة ابن سيدنا خزيمة ابن سيدنا مدركة ابن سيدنا الياس ابن سيدنا مضر ابن سيدنا نزار ابن سيدنا معدن ابن سيدنا عدنان، وهذا هو نسبه صلى الله عليه وسلم المجمع عليه. وما بعده مختلف فيه اختلافا كثيرا فلا يقطع به ولا يستند إليه ولكن لا خلاف في أن عدنان من ذرية سيدنا إسماعيل النبيل ابن سيدنا إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلات والمرسلين صلوات الله وملائكته أجمعين عطر اللهم مجالسنا بأعطال صلاة واطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه المتعلق والمتعلقين باذياله، ومما ينبغي القول به جزما بل يتعين على كل مسلم اعتقاده حتما ان الله تعالى طهر جميع ابائه صلى الله عليه وسلم وامهاته الى ادم وحواء من الشرك وسائر العلل الباطنه والادواء فلم يكن فيهم إلا مؤمن كامل الإيمان لحملهم لنوره الذي به يكمل الإيقان له النسب العالي فليس كمثله حسيب نسيب منعم متكرم أقدمه في كل مدح لأنه إذا كان مدح فالحبيب المقدم خليل بتاج المكرمات مخصص جميل كريم بالبهاء معمم فما وجد الأكوان إلا لأجله حقيقا طراز الكل فهو المكرم له الشمس تجري والبدور جميعها كذا الضب والثعبان جاء يسلم ألا قل لقوم نازعوا إن أردتم نجاة به صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم على آله عطر اللهم مجالسنا بعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله. وقد ورد في حديث ضعيف على ما هو الحق فيه عند اهل التعريف ان الله تعالى احيا له صلى الله عليه وسلم ابويه حتى امنا به وركنا اليه خصوصية لهما وكرامة له عليه السلام ليحوز بذلك فضيله الكون من هذه الامه المحمديه الرفيعه المقام وليحصل لهما ما حصل لغيرهما من التخصيص برؤيته والتناعم بكريم جماله وطلعته وهذه منقبه سنيه وفضيله عظيمه بهيه فيعمل بها في هذا الحديث الذي هو منيه كل محب قديم وحديث وكيف لا وقد من الله عليهما بمزيه خروجه من بينهما رحمه للعالمين وشفيعا في العاصين والمذنبين، واي تخصيص وكمال واتصال تكون هذه الخصله التي هي ارفع الخصال، وللحافظ شمس الدين بن ابن ناصر الدمشقي. حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فاحيا امه وكذا اباه، لايمان به فضلا منيفا، فسلم فسلم فالحكيم بذا قرير. وإن كان الحديث به ضعيفا، وقد سئل القاضي أبو بكر بن العربي عمن قال إن أبوي صلى الله عليه وسلم في النار فأجاب فأجاب بأنه ملعون، لأن الله تعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبويه أنهما في النار، انتهى. قد نقله السيوطي في الأرجي. حداة العيس رفقا بالنجائب فقلبي سار في اثر الركائب وجسمي ذاب من سقم ووجد ومن شوق الى لقيا الحبائب فهل لي من سبيل للتلاقي فدمعي قد غدا مثل السحائب لئن سمح الزمان بطيب وصل وبلغت المقاصد والمآرب لألتثمن ذاك الترب جهرا وأرويه بأدمعي السواكب وأحظى بالعقيق وساكنيه ومن قد حل في تلك المضارب قباب قد حوت بدرا منيرا إذا ما ماس في تلك الدوائب تخر له بدور الحسن طوعا سجودا في المشارق والمغارب فقل ما شئت عمن ليس يحصى فضائله بحصر او بكاتب فمن ذا يستطيع له انحصارا ايحصى القطر او رمل الكتائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب. عطر اللهم مجالسنا باعطار صلاة واطيب تسليم على اكمل مولود واجل مودود وافضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله. ولما اراد الله تعالى ابراز هذا السر المصون الساري في الظهور والبطون، الهم عبد المطلب فخطب امنه لولده عبد عبد الله وهي يومئذ افضل امراه في قريش في النسب والحسن والرفعه والجاه. فتزوجها وبنى بها ولم يبن كما ذكره غير واحد من العلماء قط بغيرها فحملت به عليه السلام ولم تحمل بسواه من الأنام وقد روي يعني عن العباس رضي الله عنه أن عبد الله لما بنى بآمنة العظيمة الجاه أحصى مئتي امرأة من بني عبد مناف وبني مخزوم متن ولم يتزوجن أسفا على أسفا على ما فاتهن من سره المعلوم الذي هو نور المصطفى الذي كان يضيء في جبينه ويلمع فيها من غير خفاء ولم تبق امرأة في قريش إلا مرضت ليلة دخل بآمنة وكيف لا وقد أضحت به من كل بلاء آمنة وكان بناؤه بها يوم الجمعة أو يوم الاثنين من أول شهر رجب الفرد الحرام من أول شهر رجب الفرد الحرام في شعب ابي طالب من عند الجمرة الوسطى العزيزة المقام. عطل اللهم مجالسنا باعطر صلاة واطيب تسليم على اكمل موجود مولود واجل موجود وافضل كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله. وظهرت بحمله صلى الله عليه وسلم عجائب ولوضعه غرائب نولي تلك الليله في السماء وصفاحها والارض وبقاعها الا ان النور المكنون قد استقر الليله في بطن امنه المصون فيا طوبى لها ثم يا طوبى لها وتبرقع عرش الرحمن بالوقار وتدرع كرسيه بالفخار وبتهجت سدرة المنتهى وتبلجت أنوار المهابه والبهاء والجنان تزخرفت والحور من القصور أشرقت او اشرفت ربما والملائكه تمنطقت واصطفت وبالعرش إحتفت ونودي يا رضوان إفتح أبواب الجنان ويا مالك أغلق أبواب النيران فإن النور المخزون والسر المكنون الذي هو في خزائن القدرة من الازل في هذه الليلة إلى بطن آمنة قد انتقل وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة وأسرة ملوك الأرض مقلوبة معكوسة ولم تلق دابة لقريش إلا نطقت تلك الليلة وقالت حُمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة وهو إمام الدنيا وفي رواية الأمان الدنيا وسراج أهلها وقطب دائره فلكها ومجدها ولم تبق في تلك الليله دار بالمدينه الا اشرقت ولا ناحيه الا دخلها النور وبتهجت وفرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك اهل البحار صار يبشر بعضهم بعضا بظهور خير اهل الارض والسماوات وكانت قريش في جدب شديد وضيق عظيم مديد فاخضرت الارض طولها والعرض وحملت الاشجار بسائر انواع الفواكه والثمار، واتاهم الخير الكثير وعمهم الرفد الغزير، وسميت تلك السنه سنه الفتح والابتهاج، لكونه حمل فيها لصاحب اللواء والتاج، واتينا امنه رفيعه المقام، وقيل لها انك حملت بخير الانام، قالت وما شعرت باني حملت به، ولا وجدت ثقلا ولا وحما لحمله. إلا أني أنكرت رفع حيضتي إذ لم يكن رفعها من عادتي. وفي رواية أنها قالت أتاني آتٍ وأنا بين النائمة واليقظانة، فقال هل شعرت بأنك قد حملت بسيد الأنام وأفضل خلق الله على التمام، ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال فقال لي قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم إذا وضعته ممجدا فسميه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة واطيب بتسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله وله صلى الله عليه وسلم في كل شهر من شهور حمله الزكية نداء في الارض ونداء في السماء العليه ان ابشروا فقد ان ان يظهر ابو القاسم والسيد الذي احلت له ولامته الغنائم ميمونا مباركا كريما معظما ممجدا فخيما. نسيم الصاب اهلا وسهلا ومرحبا قادمت فاقدمت سرورا الى الربا وجددت في كل القلوب ما سرة ونشرك أضحى في الوجود مطيبا متى أنظر الأعلى ما يا سعد قد بادت ويصبح قلبي من حماه مقربا فقد زمزم الحادي بذكر محمد نبي كريم للشفاعة مجتبى رسول عظيم مصطفى ذو مهبة له الله بالذكر المرفع قد حابا فلولاه ما سار الحجيج لمكة ولا حن مشتاق لنجد ولا صبا عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله ولما تم لآمنة من حملها به صلى الله عليه وسلم شهران على المشهور من الأقوال المروية توفي عبد الله والده وهو على حالة زكية مرضية وكان إذ ذاك ابن ثمان عشرة سنة على الصحيح والقول المعتبر عند العلائي والسيوطي والحافظ ابن حجر ودفن في المدينة المنورة العظيمة المقدار بدار من دور بني عدي بن النجار ولما توفي قالت الملائكة إلهنا وسيدنا ومولانا وعالم سرنا ونجوانا بقي نبيك يتيما لا أبله فقيرا لا مال له فقال الله عز وجل يا ملائكتي أنا أولى به من أمه وأبيه أنا حافظه ومربيه أنا ناصره وراعيه أنا رازقه وكافيه فصلوا عليه تقربا وتكريما وتبركوا باسمه تعظيما صلى الله عليه وعلى آله وقد قيل لجعفر الصادق رضي الله عنه لما يتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئلا يكون عليه حق لمخلوق ولله در القائل أخذ الإله بالرسول ولم يزل برسوله الفرد اليتيم رحيما نفسي الفداء لمفرد في يتمه والدر أحسن ما يكون يتيما صلى الله عليه وسلم وعلى آله عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذيالهم واختلف في مدة الحمل به صلى الله عليه وسلم فقيل عشرة أشهر وصححه الإبريز نقلا عن العارف بالله مولانا عبد العزيز رضي الله عنه وقيل تسعه وصححه في الغرر وصدر به وصدر به مغلطاي الحافظ المعتبر. وقيل غير ذلك مما هو مذكور عندهم هنالك وعن ابي زكريا ايحيى بن عائذ قال: بقي النبي صلى الله عليه وسلم في بطن امه تسعه اشهر كملا لا تشكو وجعا ولا مغصا ولا ريحا. ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء وكانت تقول والله ما رايت من حمل هو اخف ولا اعظم بركه وروى ابو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال: سمعت ابي وكان من اوعية العلم قال: لما حضرت امنة الولادة قال الله لملائكته: افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان. وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث وروى أبو نعيم أيضا من حديث ابن عباس قال: كانت أمنة تحدث وتقول: أتاني آث حين مر بي من حملي ستة أشهر في المنام وقال لي يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين فإذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمي شأنك قالت ثم أخذني ما يأخذ النساء تعني من الطلق الذي هو وجع الولادة ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه فسمعت وجبة أي هدة عظيمة وأمرا عظيما هالني ثم رأيتك أن جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الرعب وكل وجع أجده ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبنا وكنت عطشا فشربتها فإذا هي أحلى من العسل وأصابني نور عال أي عظيم ثم رأيت نسوة كالنحل طوالا كأنهن من بنات عبد منافي يحدقن بي فبينما أنا أتعجب وأقول وغوثاه من أين علم نبي قال في غير هذه الرواية فقلنا لي نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين واشتد بي الأمر وإني أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم فبينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا بقائد يقول خذاه يعني إذا ولد عن أعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة ثم نظرت فاذا انا بقطعه من الطير قد اقبلت حتى غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد واجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فرايت مشارق الارض ومغاربها ورايت ثلاثه اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبه فاخذني المخاض فوضعت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. السلام عليك يا سيدنا يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا خير الورى يا ممجد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا أفضل من صلى وصام وتهجد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا أكمل من سعى وطاف وتعبد. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا بدر التمام، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا قطب الأنام، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا كعبة الطواف والمقام، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا خاتم الأنبياء والرسل الكرام، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. <applause> السلام عليك يا نعمة الوجود، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا قبلة كل موجود، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من هو موصوف بالكرم والجود، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا عظيم القدر والجاه صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا صفوة الإله صلى <سلام> الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من قربه منه مولاه وأدناه صلى الله <سلام> عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من كلمه ربه وناجاه صلى <سلام> الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من تشرف جبريل بخدمته، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من نال مقامًا كبيرًا بانتسابه لحرمته، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من العوالم كلها في طي قبضته، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك يا من صرفه ربه تعالى في سائر مملكته، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، السلام عليك من الرب الكريم صلى الله عليك وعلى آله وسلم السلام عليك من المولى العظيم صلى الله عليك وعلى آله وسلم السلام عليك من الرؤوف الرحيم صلى الله عليك وعلى آله وسلم السلام عليك ممن شرفك وعظمك أي عظيم صلى الله عليك وعلى آله وسلم السلام عليك منك أيها النبي الأواه صلى الله عليك وعلى الك وسلم السلام عليك من جنابك يا من له السنا والجاه صلى الله عليك وعلى الك وسلم السلام عليك من جميع ما خلق الله صلى الله عليك وعلى الك وسلم السلام عليك بكل سلام اوجده الله صلى الله عليك وعلى الك وسلم هذا هو المختار والبدر الذي كل البدور خضعنا تحت هلاله ما إله في العالمين مماثل كلا ولا في الكون من أشكاله أسرابه في ليلة سعدية وطئ السماوات العلا بنعاله فالملك والملكوت طوع يمينه والكون والأكوان تحت شماله حتى دنا من قاب قوسين العلا وسعاله المعشوق في إقباله ورأى وشاهد ذا الجلال بعينه ما زاغ منه الطرف عند مآله، كلا ولا كذب الفؤاد وكيف لا وهو الحبيب دعي لأجل وصاله، هذا الذي خط في العرش اسمه بصفاته ونعوته وجلاله، هذا الذي قد خط في العرش اسمه بصفاته ونعوته وجلاله، هذا الذي رام الكريم مقامه فاندك منه الطور عند مقاله، هذا الذي جاء المسيح مبشرا بقدومه متمسكا بحباله، هذا الذي سفر اللثام فاطرقت مقل القلوب مهابة لجماله، هذا الذي في الحشر يعقد فوقه ذاك اللواء والرسل تحت ظلاله، يا حضرة القدس التي هاموا بها والعارفون تمسكوا بخياله، صلى عليك الله ما ظهر الدجى. وضحا وضحا وهل مهلل بهلاله صلى الله عليه وعلى اله عطل اللهم مجالسنا بأعطل صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله ثم الوقوف والقيام عند ذكر مولده او سماع وصفه عليه السلام جرى به عادة الكبير من المحبين وخصوصا في الاقطار المشرقية ذات الفضائل الفضائل والمحاسن البهية تعظيما لجنابه الشريف ومنصبه النبوي المنيف واظهارا للفرح والسرور وغاية الطرب والحبور بولادة المصطفى ومن تشرف به المقام والصفاء واستحسن ذلك منهم جماعة من الائمة الكبار وجعلوه من البدع المستحسنة العظيمة المقدار ومما وجد منه هذا القيام عند سماع ذكره ووصفه عليه السلام عالم الأمة وإمام الأئمة ومقتداهم علما وورعا ودينا وزهدا وتقا ويقينا تقي الدين السبكي حكى ذلك عنه ولده أبو نصر عبد الوهاب في ترجمته من الطبقات الكبرى وتابعه على القيام جماعة ممن عاصره من مشايخ الإسلام وذلك أنه اجتمع في ختم درس له جم غفير من علماء عصره وقادة وقته ودهره من قضاة وأعيان وغيرهم من رؤساء ذلك الزمان فأنشد منشد قول ذي المحبة الصادقة والأنوار البارقة حسان زمانه وفريد نعته وأوانه أبي زكريا يحيى بن يوسف يحيى بن يوسف الصرصري نفعنا الله به يحيى بن يوسف في نِسْرَ صرصري نفعنا الله به من قصيدة في ديوانه قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن ينهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب أما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه يا رتبة سمت الرتب فلما سمع الشيخ ذلك قام وقام معه جميع من حضر هنالك وحصل لهم أنس كبير ومرت بهم ساعة طيبة نالوا فيها, فيها من الخير الغزير قال جماعة من الأئمة منهم شارح الاكتفاء هو محمد بن عبد السلام بن ناني رحمه الله وذلك مما يكفي في الاقتداء ووقع لشارح الاكتفاء المذكور أنه كان بالمدينة المنورة عند القبر النبوي المعمور بعدما حج أوائل المحرم الحرام فاتت ثلاثة وأربعين ومئة, ومئة وألف من هجرة خير الأنام فأنشد منشد من قول القائل من قصيدة في المدح النبوي يا له من قائل وقوفا على الأقدام في حق سيد تعظمه الأملاك والجن والإنس. هذه الأبيات لابن الدر لابن الدراج القسطلي رحمه الله تعالى. نعم. قال فما شعرنا إلا ونحن والناس والملأ العظيم بالمسجد النبوي الفخيم كلهم قيام ينشدون البيت المذكور الله الله. وحصل والحمد لله عند ذلك انس عظيم وطرب كبير جسيم، ذكر ذلك في شرحه للاكتفاء وغيره. وفي تحفه الاكابر ان الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنه كان لا يمنع في الفرح بالمولد النبوي والجناب العاطر المصطفوي من الرقص والشطيح المتضمنين للقيام والردح او من الرقص والشطح. ويذكر عن جده ابي المحاسن يعني يوسف الفاسي رحمه الله انه قال ليله المولد لاصحابه كيف نال صاحب الموليد المولديه يعني الفشتالي من كتاب الدوله في زمانه فانشدوا فانشدوا له قوله ربما كيف قال: واجب علينا ان نفرح وان نرقص فيه ونشطح ثم انهم هاموا وقاموا يشطحون ولله در بن رشيد بن رشيد البغدادي اذ يقول في وترياته: صفي اذا تحدى المطايا بوصفه رايت له الاكوان تهتز بالرقص صفى وقتنا طاب الزمان بمدحه فقوموا على ذكر الحبيب الى الرقص صلى الله عليه وسلم وعلى اله. نعم وقد حصل كذلك القيام والحضره في المسجد النبوي كذلك عند حجه الامام ابي المفاخر محمد بن عبد الواحد الكتاني المتوفى رحمه الله سنه 1289 فانه لما حج كذلك حصل لهم انس في الروضه النبويه وقاموا وقاموا بحضرة مشهودة وكان الحضور كثيرا لأنه كان في وقت الحج وكان حين ذاك بدأ المد الوهابي فأنكر بعض الناس عليه بعد ذلك فألف كتابا حافلا في مشروعية هذا الرقص ومشروعية الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله والكتاب موجود في رحلته رحمه الله تعالى. عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل موجود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله ثم قالت آمنة رضي الله عنها عقب ما سبق عنها فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا هو ساجل قد رفع أصبعيه إلى السماء الم... كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته فغيبت عني ثم سمعت مناديا ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ويعلمون أنه سمي فيهن الماحي لا يبقى شيء من الشرك إلا محي في زمانه ثم انجلت عنه في أسرع وقت الحديث وتو هذا الحديث كنا قرأناه في شرف المصطفى لأبي الشيخ النسابوري وكذلك آه ذكره المؤلف من طريق أبي نعيم رحمه الله رضي الله عنه يعني في كتابه حلية الأولياء لا أو ربما في كتاب شرف المصطفى لأبي نعيم كذلك وروى الخطيب البغدادي بسنده كما ذكره صاحب كتاب السعاده والبشرى ان امنه رضي الله عنها قالت لما وضعته عليه السلام رايت سحابه عظيمه لها نور اسمع فيها صهيل الخيل اي اصواتها وخفقان الاجنحه اي اضطرابها وكلام الرجال اي الملائكه المتشكلين بشكلهم حتى غشيته اي اقبلت عليه وغيب عني فسمعت مناديا ينادي طوفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته في جميع الأرض وأعرضوه على كل روحاني أي من فيه روح من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش وأعطوه خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داود وحب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى واغمسوه في أخلاق النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالت ثم انجلى عنه اي ما ذكر من السحابه فاذا به قد قبض على حريره خضراء مطويه طيا شديدا ينبع من تلك الحريره ماء واذا بقائل يقول بخ بخ قبض محمد الله الله قبض محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلها او قبض قبض محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلها لم يبقى خلق من اهلها الا دخل طائعا في قبضته قال ثم نظرت إليه صلى الله عليه هي ما قاله في التصريات المؤلف رضي الله عنه الصلاة عليك يا من العوالم كلها في طي قبضته فهذا دليلها وللمؤلف في كتاب في هذا في هذه الموضوع قال ثم نظرت إليه نعم أيوة قال ثم نظرت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا هو كالقمر ليلة البدر ريحه يسطع أو يسطع كالمسك الأذفر أي الزكي وإذا بثلاثة نفر في يد أحدهم إبريق من فضة، وفي يد الآخر طست من زمرد أخضر، وفي يد الثالث حريرة بيضاء، فنشرها فأخرج منها خاتما تحار أبصار الناظرين دونه، فغسله من ذلك الإبريق سبع مرات ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة، ولفه في الحريرة ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده إليه. وروى ابن عائد عن ابن عباس قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أذنه, في أذنه رضوان خازن الجنان أبشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا صلى الله عليه عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا ما به قذا ولا قذر رافعا سبابتيه الى السماء التي هي محل العبر والفكر قابضا بقيه اصابعه لا يطرقه التفات لغير خالقه ورافعه مختونا مقطوع السره بيد القدره الازليه طيبا دهينا مكحولا بكحل العنايه الابديه وقيل ختنه ختنه جده بعد سبع ليال وسماه واولم واطعم واكرم مثواه واشرقت الارض عند ولادته وتدلت النجوم اليه فرحا برؤياه ومجادته ودانت منه حتى كادت ان تقع بالارض من شده ما حصل لها من العشق المحمدي الذي لا يميز صاحبه الطول من العرض واخرج الحاكم وابن حبان وغيرهما بسند صحيح عن العرباض بن ساريه مرفوعا إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أم التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرون أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام وأخرج أبو نعيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء أو الشفاء رضي الله عنها قالت لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله قالت وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم ألبث أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني ثم غُيب عني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر عني ذلك أين كشف ثم عاودني الرعب والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به فقال قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت في أول الناس إسلاما كل المكارم تحت طي بروده ولقد أضاء الكون عند وروده والبحر يقصر عن موارد جوده إنسان عين الكل سر وجوده صلى الله عليه وسلم وعلى آله عطل اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل موجود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله وفي فتح الباري عن سي... عن سيرة الواقدي أنه صلى الله عليه وسلم تكلم في أوائل ما ولد وعن ابن عائذ أول ما تكلم به حين خرج من بطن أمه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وفي الروض للسهيلي عن الواقدي أول ما تكلم به لما ولد جلال ربي رفيع جلال ربي الرفيع وفي شواهد النبوءة أنه صلى الله عليه وسلم لما وقع على الأرض رفع رأسه وقال بلسان فصيح لا إله إلا الله وإني رسول الله قال بعضهم وطريق الجمع بين هذه الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم تكلم بجميع هذه الأذكار ولد الحبيب وخده متورد والنور في وجناته يتوقد ولد الذي لولاه ما كان النقاء كلا ولا ذكر الحمى والمعهد جبريل نادى في محاسن وصفه هذا مليح الكون هذا احمد هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جميل الوجه هذا الاوحد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا حبيب الله هذا السيد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيرها لا يوجد قالت ملائكة السماء بأسرها ولد الحبيب ومثله لا يولد. ولد الذي لولاه ما ذكرت قبا كلا ولا كان المحصب يقصد ان كان يوسف قد افاق جماله اقسمت هذا المولود منه ازيد ان كان ابراهيم أقصد. أعطي رشده تالله ذا المولود منه أرشده إن كان قد أعطي الكريم عبادة فمحمد منه أجل وأعبد يا عاشقين تولعوا بعشقه هذا جميل الوجه هذا المفرد بشرى لآمنة ب بشرى لآمنة برتبتي أو بريتي بشرى لآمنة برية حسنه هذا هو الجاه العظيم الأزيد عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل موجود وأفضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله وظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم خوارق وآيات ودلائل وعلامات تمهيدا لنبوته وإعلاما بعلي رتبته منها ارتجاج إيوان كسرى وتحركه واهتزازه المرة بعد الأخرى وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته اعتزازا لنبيه وإذلالا لعيداته والإيوان بناء عظيم في غاية الإتقان يعدونه للملوك والحكام كان يظن به أنه لا تهده إلا نفخة الصور عند القيام ومنها خمود نار فارس التي كانوا يعبدونها وكان لها الف عام لم تخمد وهم يوقدونها وكان العاده تحيل انطفاءها في الزمن الكثير فأحرى في الساعة الواحدة والدهر اليسير ومنها غيض بحيرة بح ساوة وذهاب مائها المدرار إعلاما بولادة هذا النبي الرسول المختار وساوة قرية من قرى بلاد فارس وكانت بحيرتها المذكورة أكثر من ستة فراسخ من الأرض في الطول والعرض وكانت تركب فيها السفن الكبار ويسافر منها اه ويسافر إلى ما حولها من الأقطار فأصبحت في ليلة مولده عليه السلام الغراء يابسة ليس بها شيء من الماء وبني محلها مدينة ساوة الموجودة الآن صلى الله على نبيه وسلم في كل حين وأوان ومنها زيادة حراسة السماء بالشهب التي هي الشعل من النار وتشبه النجم المنقض في رؤية الأبصار فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا ويتبعه شهاب ثاقب مضيء لا يخطئه فيقتله أو يحرقه أو, تفس أو تفسد عضوا من أعضائه أو يخبله قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وقد جاء عن ابن عباس أن الجن كانوا لا يحجبون عن السماوات فلما ولد سيدنا عيسى منعوا من ثلاث سماوات فلما ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منع من السماوات كلها ولقد أحسن من قال في قصيدة له كبيرة ضاءت لمولده الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل وصرح كسرى تداعى من قواعده وانقض منكسر الأرجاء ذا ميلي ونار فارس لم توقد وما خمدت من ألف عام ونهر القوم لم يسلي لم يسدي خرت لمبعثه الأوثان وانبعثت ثواقب الشهب ترب الجن بالشعالي وفي تفسير بقي ابن مخلد مما نقله السهيدي وغيره أن إبليس لعنه الله رن أي صاح حزنا وكآبة أربع رنات رنة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب عطل اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل موجود وأفضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من اعظم المخصوصين لديه والمتعلقين باذياله. وكانت ولادته عليه الصلاه والسلام يوم الاثنين كما صح به حديث مسلم من دون مين بمكه ذات المروه والصفا في المحل الان بمسجد مولد المصطفى، وكان قبل دارا ومنزلا وقرارا وزعم انه ولد في غير مكه وزعموا أنه ولد في غير مكة شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول أبدا عليه حتى قال بعض الأئمة الكبار إنه يجب الإيمان بأنه ولد بمكة ودفن بالمدينة العظيمة المقدار بل قيل قولا لم يكن عند بعضهم مرضية إن إنكار ذلك كفر كإنكار كونه قرشيا والأكثرون على أنه ولد عام الفيل بل حكي الإتفاق على هذا القيل والمشهور أنه ولد بعده أعني الفيل بخمسين يوما وذكر بعض أهل الكشف أنه ولد قبل مجيئه جزما قال وببركة وجوده صلى الله عليه وسلم في مكة الفقيمة طرد الله الفيل عن أهلها كرامة له عظيمة والمشهور أيضا أنه ولد في شهر ربيع الأول وهو قول جمهور العلماء وعليه المعول واختلف في أي يوم منه فقيل يوم الثامن وأن فيه ظهر هذا الخير العظيم الكامن وهو الأصح المختار عند أكثر أهل الحديث وغيرهم من علماء الأمصار وانعقد عليه إجماع المؤرخين عامة وأيدوه بحجج قوية تامة وقيل يوم الثاني عشر وأن فيه برز هذا السر المكنون المدخر وهو قول ابن إسحاق وغيره ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن جابر وابن عباس وقال بعضهم إنه المشهور والمعمول به عند أهل مكة وغيرهم من الناس وقيل غير ذلك من الأقاويل المحكية عندهم هناك ورجح بعض أهل الكشف أنه ولد في اليوم السابع فكان فيه أفضل نبي وأجل شافع واختلف في الوقت الذي ولد فيه نبينا مختارا فقيل ليلى وقيل نهارا والمشهور وهو الذي صوبه العراقي وجزم به ابن دحية الراقي وصححه الزركشي في بردة المليح أنه ولد نهارا صاحب الوجه المليح ظهر في شرح بردة المليح والع آه... انه ولد نهارا صاحب الوجه المليح والعقل الرجيح لكن بعيد الفجر الصادق كما ورد به حديث الناطق وهو وان كان ضعيف السند فالضعيف حجة ها هنا باتفاق من يعتمد وذهب بعض اهل الكشف والعياد ممن له يد كبرى في العلوم اللدنية والعرفان الى انه ولد ليلا اواخر ليلة السابع من شهر ربيع الاول الذي هو لكل فضل جامع قبل طلوع الفجر منها بمده سعد فيها من اتخذه لكل مصاب عده وتاخر خلاص أم امه لطلوع الفجر الذي ينال العامل فيه من كل اجر، قال والمده التي من انفصاله صلى الله عليه وسلم من بطن امه آمنه وانفصال الخلاص منها وهي آمنه هي ساعه الاستجابه في الليله المحموده التي وردت بفضيلته الاحاديث المشهوده، اظن هذا الكلام قاله العلامه العربي الفاسي رحمه الله تعالى في مرآة المحاسن. ونقله عن والده رحمه الله تعالى الشيخ ابي المحاسن الفاسي. يا ساعه ان السعاده والمنافيها بخير العالمين محمدي تمت لنا افراحنا بظهوره وتكاملت في شهر مولد أحمد غيره توالت امور السعد في خير ساعه لمولد خير الرسل في ساعه السعد فيا طيب اوقات ويا طيب مولد ويا طيب مولود حوى سائر المجد عطر اللهم مجالسنا باعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل موجود وأفضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله وكان ظهور أنوار وجهه الرفيع الذي هو للأرواح قوة وربيع في فصل الربيع من شهر ربيع فيا وجها ما اشرقه من مولود واعزه على كل موجود ويا فصلا ما اوفقه للابدان والارواح واشد ابلائه للهموم وتجديده للافراح ويا شهرا ما اشرفه واوفر حرمه لياليه كانها لالئ نظمت في مبانيه فسبحان من جعله للقلوب ربيعا وحسنه بديعا وحرزه منيعا ومقامه جليلا رفيعا. هذا ربيع قد اتى بالبشر يبتسم لاجل طه الذي بالله يعتصم خير الانام حبيب الله شافعنا غيث وعون له الاحسان والكرم في يوم الاثنين انوار الحبيب بدت من مكه وانجلت حقا به الظلم وأصبح الكون مسرورا وملتهجا والأرض تزهو به والبيت والحرم تقول آمنة في يوم مولده جاء السرور لنا والفضل والنعم سميت أحمد والباري الكريم إذا بذا سماه من قبل ما يجري به القلم في لوح قدرته باسم الحبيب جرى محمد صفوة الباري له الذمم وعند وضعه رأيت الطير عاكفة حي حولي وعند وضعه رأيت الطير عاكفة حولي وقد أقبلت للبيت تلتئم، وجاءني طائر أرخى بأجنحة على فؤادي فزال السقم والألم، وما لقيت بحملي فيه من ألم مثل النساء التي أودى بها السقم، وخر فوق الثرى لله خالقه مثل اللبيب الذي للأجر يغتنم، أصنام مكة خرت عند مولده وأخمد النار جهرا وهي تضطرم. وقد غدا هاربا ابليس منذ عرى وجنده بسهام الله ينهزم ما نال فخر النبي المصطفى احد من الانام له البرهان والحكم. ماذا اقول بوصفي في الرسول وقد اثنى عليه الاله الواحد الحكم صلى عليه اله العرش ما طلعت شمس وما لاح ثغر البرق يبتسم صلى الله عليه عطر اللهم مجالسنا بأعطر صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل موجود وأفضل كليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله قال العلماء رضي الله عنهم وليلة مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر التي قال مولانا جل وعز في كتابه فيها أنها خير من ألف شهر وهذا اليوم الذي تسفر عنه أفضل الأيام كما ينبغي الجزم به في هذا المقام وإذا كان هكذا فهما جديران باتخاذهما عيدا وموسما فيعظمان ويحترمان ويعمل فيهما ما يدل على فضيلتهما مما لا ينكره شرع ولا يتوجه قبل من يفعله زجر ولا ردع كما اختاره غير واحد من أئمة المذاهب المقتدى بهم في سائر الأقوال والأفعال وجميع المطالب وقد رأى بعض مشايخ الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عما يفعله الناس في مولده الشريف مما يدل على الفرح والسرور بولادته الكريمة ومنصبه المنيف فقال عليه السلام في جوابه من فرح بنا فرحنا به وذكر الشيخ زروق عن سيد ابن عباد في رسائله ما يفيد كراهة صوم يوم المولد النبوي وإباحة ما يفعل فيه مما يدل على الفرح والسرور بالجناب المصطفوي من إيقاد الشمع والتزين بمفاخر اللباس وغير ذلك مما جرت به عادة الناس والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وفي تحفة الأكابر عن شيخ الإسلام أبي محمد سيد عبد القادر الفاسي رضي الله عنه أنه قال أنه كان يذكر عن القطب الفرداني أبي محمد سيد عبد الله الغزواني أنه كان يزغرط أو يزغرط إذا دخل هلال ربيع الأول فرحا بعروس الأكوان الذي عليه في الدارين المعول يزغرط يعني الزغردة يزغرد يعني هذا الصوت الذي يفعل في الاعراس تفعله في العاده النساء وقال بعضهم يجب على امته التي رفعها الله على الامم وطأطأ لها بسيوف عزمه شوامخ القمم ان يتخذوا ليله ولادته عيدا من اكبر الاعياد ويجتهدوا في الفرح به غايه الاجتهاد ويتقرب إليه بإكرام الغرباء والفقراء ويمتثل وصيته في إسعاف اليتامى والأرامل والضعفاء ويسلو قصة مولده على أسماع الأمم ويحقق عندهم ما أوجده الله بوجوده من الكرام ومحاسن الشيام ليتقرر في خواطرهم ما له عند الله من المكانة والإمكان وأنه ما خلق الله مثله من إنسان وقال في المواهب اللدنية ما نصه ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم كل فضل عميم قال ومما جرب من خواصه أعمل المولد انه امان في ذلك العام وبشرى عاجله بنيل البغيه والمرار انتهى وقال الحافظ أبو شامة شيخ الإمام النووي: "من أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده عليه السلام، من الصدقات والمعروف والإكرام وإظهار الزينة والسرور التام، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبة سيد السادات وكبير الكبراء، وبتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكره تعالى على ما منَّ به هنالك" من إيشاد الرسول الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين قال السخاوي ولم يفعلوا في القرون الثلاثة أحد من السلف وإنما حدث بعده في زمن الخلف قالوا وأول من أحدثه من الملوك الملك المظفر أبو سعيد صاحب إربل وهي كإثمر بلد من بلاد الموصل قال ابن كثير في تاريخه كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول المنيف ويحتفل به احتفالا هائلا وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا وطالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر الفرنجة بمدينة عكا في مدة ثلاثين وستمائة محمود السيرة والسريرة انتهى وصنف له ابن دحية كتابا في المولد سماه التنوير بمولد البشير النذير فأجازه بألف دينار وللأديب اللغوي المشهور أبي الحكم مالك بن المرحل فحق لنا أن نعتني بولادته ونجعل ذاك اليوم خير المواسم وأن نصل الأرحام فيه تقربا ونغدو له من مفطرين وصائم، ونترك فيه الشغل إلا بطاعة وما ليس فيه من ملام للائم، ونتبع فيه الصالحين فإنهم هدونا بأنوار الوجوه الوسائم. عطل اللهم مجالسنا بأعطل صلاة وأطيب تسليم، على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله وهذا كله ما لم ينتهي الأمر إلى ارتكاب المحرمات والبدع والمنكرات من السرف بإيقال الشمع نهارا واختلاط النساء بالرجال خفية أو جهارا واتخاذ الستور المفضلة والمذهبة والجلوس على فر على فروش الحرير المنتخبة وارتفاع الأصوات بالولاول ونحو ذلك مما هو له آيل والا فالترك اوجب واسلم في هذا الباب واصوب، اذ ترك معصيه واحده خير من ارتكاب طاعات وان كانت متعدده، وتعظيم الرسول انما هو باتباع سنته والوقوف مع شريعته، والله سبحانه وتعالى اعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امين. والحمد لله رب العالمين عطر اللهم مجالسنا بأعطار صلاة وأطيب تسليم على أكمل مولود وأجل مودود وأفضل كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا مولانا من أعظم المخصوصين لديه والمتعلقين بأذياله وكتبه عبد ربه الفقير البائس الفاني محمد بن جعفر الكتاني قاصدا بخدمة الجناب هذا النبي الكريم والانخراط في سلك أهل موكبه العظيم عليه من ربنا وعلى جميع آله أزكى الصلوات وأفضل التسليم والحمد لله رب العالمين ويومكم مبارك إن شاء الله تعالى نفعنا الله تعالى بحب رسوله وحبيبه ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأجيزكم جميعا بما قرأناه وقد ذكرت الأسانيد في أول المجلس وذلك بالإجازة عن مولانا الجد محدث الحرمين الشريفين الإمام محمد المنتصر بالله الكتالي عن جده الإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتالي وسماعا أو قراءة لجميعه بمحضر نخبة من المادحين منهم شيخ السماع الحاج محمد بن نيس حفظه الله وخاله الشيخ المسمع السيد علي السعداني رحمه الله تعالى كلاهما عن شيخ السماع في وقته سيد العربي السقاط رحمه الفاسي رحمه الله تعالى وهو عن المؤلف ولكن هذا سماع من غير اجازه اما السماع بالاجازه فهو اما الاجازه لوحدها فقد ذكرتها وانا اجيزكم ويكون عندكم قد اقترنت الاجازه بالسماع. والحمد لله اللهم صل افضل صلواتك على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم اصلح لنا ديننا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الأ... واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا من كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح امورنا يا رب العالمين واجرنا من عذاب الدنيا وخزي الاخره يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. واقض حاجاتنا وأوطارنا وتب علينا واغفر لنا واحفظ والدينا وارحم من انتقل منهم وارض عن شيوخنا وبارك في ذرياتنا يا رب العالمين وفي أهلنا وزوجاتنا يا رب العالمين اللهم وارزقنا الاستقامة يا رب العالمين على ما أحبه نبيك صلى الله عليه وسلم وحبه والتعلق به برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين